أعتقد بأن هذه القمة حققت شيئا مهما. فقط أريد أن أذكر بأن نعم. قبل انعقادها لا أحد كان يراهن أصلا على أنها ستصدر بيانا ختاميا صحيح. ولا أحد كان يراهن على أنها ستكون هناك صورة جماعية للمؤتمرين، ولا أحد أيضا كان يراهن أنها ستناقش الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن ما وقع وهو يعني انقلاب تام لأجندة القمة. بدأ الحديث مركز بطريقة واضحة على الحرب الروسية والأوكرانية، لأن هناك قناعة تولدت لدى المجتمعين بأن الأمن الطاقي العالمي المهدد، الأمن الغذائي العالمي المهدد هو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك من إنجازات هذه القمة، وهنا أختلف مع الضيوف، من إنجازات هذه القمة أن تبين أن هناك إجماع دولي يعزل بطريقة واضحة روسيا ويطلب منها وقف الحرب والدخول في مفاوضات يعني جدية مع الأوكرانيين للخروج من هذا المأزق العسكري. وهنا كانت هناك يعني الدول الغربية على رأسها فرنسا لجأت إلى دول كالصين وكالهند لمحاولة أن تستغل تأثيرها على القيادة الروسية وعلى فلاديمير بوتين لكي يرغموه بطريقة أو بأخرى إلى الدخول في المفاوضات. لذلك هذه القمة، قمة بالي، حققت هذه العزلة بين قوسين الروسية وهذا الإجماع العالمي من أنه حان الوقت لكي نضع حدا لهذه الحرب ولكي تعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. وهذا موقف سياسي قوي ورسالة سياسية قوية تأتي من دول العشرين.